نظمت الوحدة التنفيذية للنازحين المهرجان الترفيهي للأطفال والهادف إلى التخفيف من المعاناة الصعبة التي مرت بها نتيجة استمرار العدوان الغاشم طيلة عام ونيف. يبقى الأمل شمعة لا تنطفي، تصارع قوى الشر والإجرام من أجل الاستمرار وإعادة ما فقدته الطفولة. في ظل استمرار العدوان وحصاره الخانق والغاشم على أبناء شعبنا طيلة عام ونيف، أطفال اليمن رغم جراحهم إلا أن بأجسادهم الصغيرة وابتسامتهم البريئة صنعت النصر الأبدي وغرست مبدأ الصمود مهما كانت التحديات. جينا نفرح ونلعب وكل شيء، لأنه سلمان بيخوفنا ما يخوفناش أبدا. الجو العدواني الغاشم على اليمن، الأطفال أصبحوا زي المحاصرين، فهذا المهرجان الترفيهي للأطفال ساعدهم أنهم يستردوا يعني طفولتهم بما كانوا من المأساة الذي عاشوه. نحن نشكر الوحدة التنفيذية، ونحن نقول الجيش والجان الشعبية يرابطون في الجبهات، إن شاء الله النصر حليفنا. الوحدة التنفيذية وبالتعاون مع حديقة ماجيكال سيتي رعت هذا المهرجان الترفيهي الذي يتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والهدف إلى دعم الأطفال نفسيا وخاصة أطفال النازحين الذين تركوا منازلهم وقراهم نتيجة العدوان الغاشم. في خضم العدوان الغاشم نعمل على رسم البسمة ونرسل رسالة لكل الحلفاء ولكل الأعداء أن اليمني ثابت بصموته، ثابت بفرحته، ثابت بأطفال هؤلاء الذين سيكونون يوما من الأيام حملة السلاح لردع أولئك الهمج. نحن نرى أن المبادرة اللي قدمناها هي جزء بسيط ما نستطيع تقديمه لإعادة الابتسامة لأطفال اليمن بشكل عام، و تزامنا مع بداية العام الدراسي نحن نرى أنه أطفال اليمن بحاجة إلى أن ينسوا الأوضاع الحالية وأن يعودوا إلى قوة الطفولة المنسي اضطرت الأوضاع أن تنسيهم إياه. هنا تعالت أصوات تنعم بالابتسامة العريضة التي تضلل عليها معاناة النزوح من جهة ومن جهة أخرى، العودة من جديد إلى مخيماتهم التي نزحوا إليها وتركوا كل تفاصيل الحياة التي تعودوا عليها. رافت الريسي، الفضائية اليمنية من اليمن، صنعاء.